توكل على الله تبارك وتعالى. ودي مرتبة ونوع من أنواع العبودية نحن بنحتاج لها لا سيما في هذا الزمان. الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته والرسل حققوا أعلى درجات التوكل على الله تبارك وتعالى، فكانوا يتوكلون على الله عز وجل ولا يتوكلون على غيره أبدا. لما تأخذ على سبيل المثال وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يسطر لنا يعني سير هؤلاء الرسل والأنبياء حتى نقتدي بهم. على سبيل المثال إنك نبي الله يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بابتلاءات كثيرة جدا، فقد عيناه وفقد أولاده عليه السلام، لكنه صبر وحقق أعلى درجات عبادة التوكل. لما إخوة يوسف لما ذهبوا بأخيهم يوسف عليه السلام وكان من أحب الناس إلى قلب أبيه يعقوب عليه السلام، لما مشوا ورموا في البير وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا شايلين القميص بتاعه ملطخ بدم بتاع الشاة، ذبحوا له شاة عتوت وشالوا الدم بتاعها ولطخوا في القميص، جابوا لأبوهم على أساس إنه ده الدم بتاع يوسف وإنه الذئب أكله، زي ما قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بعد قالوا وجاءوا على قميصه بدم كذب. اتخيل معي، شوف يعقوب عليه السلام في هذا الموقف، موقف عجيب، بيجيبوا له خبر ولده بل من أحب الخلق إلى قلبه ولده يوسف عليه السلام، جايبين القميص بتاعه وملطخ بالدم وقالوا له ده ولدك أكلوا الذئب. الحصل شنو؟ ما كان منه عليه السلام إلا أن قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شوف الأنبياء ديل كيف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما كورك ولا عمل معهم جوثة ولا قام ولا قعد، إنما قال فصبر جميل. والصبر الجميل زي ما قال العلماء، الصبر الجميل هو الصبر مع عدم الشكية للخلق. الصبر ده ما أنواع، في زول ممكن يصبر لكن مع صبره ده بمش بيشتكي للناس، والله أنا حاصل لي وحاصل لي وحاصل لي، ده اسمه صبر لكن ده ما صبر جميل. الصبر الجميل إنك ما تشتكي للخلق، إنما تشتكي لرب الخلق جل في علاه، تشتكي لله عز وجل، ده هو الصبر الجميل. شكذا قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقد يوسف عليه السلام سنوات طويلة أكثر من 30 أو 40 سنة على اختلاف أقوال أهل التفسير. تخيل زول فاقد ولده أكثر من 40 سنة فاقده، وده من أحب الناس له، عرفت؟ تاني لما جو أولاده المرة الثانية لما مشى ليوسف عليه السلام وأرادوا إنه يأخذوا العير يقتلوا يوسف عليه السلام، قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم فإن لم تأتوني به، الآية البعدية قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا شنو؟ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ده الولد الثاني بعد يوسف عليه السلام، وده كان من أحب الناس إلى يعقوب عليه السلام بعد يوسف، لأنه الاثنين ديل أشقاء من أم والبقية ديك أمهم براهم. لما جاء راجعين اسمه بنيامين، وراودوا يوسف عليه السلام وأعطوه المواثيق والعهود، في النهاية وافق لما انحنى عليهم وشاف انه لانه لو ما ودوا اخوهم الصغير ده ما بيدوهم الكيل، كان بيجيبوا البضاعة ويشيلوا محلها اكل. يوسف عليه السلام قال لهم لو ما جبتوا اخوكم
لا كيل لكم عندي ولا تغربون. قال لهم ما تجوا تاني. عشان كده ابوهم قال لهم خلاص سوقوا. قاموا ساقوا. لما ساقوا مشى ليوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام آوى إليه أخاه. وفي النهاية القصة المعروفة جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. لما وصل في نهاية المطاف إنه حجز أخوه معه. لأنه كانت في الشرائع التي مضت السارق بسوقه بل حاجة له سرقة. أما نحن في شريعتنا بيقطعوا يده. الشرائع التي مضت قالوا ما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. البتلقوا عنده تسوق طوالي. فيوسف عليه السلام لقى الصواع بتاع الملك الكيلة البكيل بيع لقى في الرحل بتاع أخوه لأنه أصلا كان خاتية. وهذا من الكيد المحمود. وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. عرفت؟ تخيل معاي الجماعة راجعين خلاص وجدوا أخوهم. الكبير فيهم شنو؟ قال شنو؟ كبير. وقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. تخيل شوف الخبر الثاني ده. شوف يعقوب عمل شنو. تخيل معي ثاني جاب له خبر إنه فقد الولد الثاني. وده من أحب الناس له. يا أخواننا أنتوا دارين تتخيلوا حب يعقوب لولده. يتخيل دول يحب له دول لدرجة إنه يفقد عيونه بالبكاء والحزن عليه. شوف المحبة دي كيف في الله. فقد عيونه بكثرة الحزن والبكاء على يوسف. وبعده فقد الأخ الثاني. لما جاء قالوا له كده قالوا يا أبانا إن ابنك سرق. قالوا له والله ولدك ده سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تخيل معي ديل أخوهم ولي وأبوهم ولي مش ولي ساكن. ديل سادات الأولياء. يعقوب عليه السلام عندك فيه شك؟ ده سيد من سادات الأولياء. أخوه يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يا أخي ده نسب والله تحفر السودان ده كده ما تلقى زيه. يجي قال يقول لك أشرف كركوج. كركوج راسك لما تقع في الوطن. كركوج بتاع شنو؟ شوف النسب ده كيف. ده كريم يوسف عليه السلام نبي أبوه منه. يعقوب نبي أبوه تاني منه. إسحاق نبي أبوه الرابع منه. إبراهيم نبي. في صوف عنده سلالة زي دي لاقاك. في درويش عنده سلالة زي دي ما في. شوف بعد ده كله ديل سادات الأولياء. أخوانه قالوا شنو؟ قالوا وما كنا للغيب حافظين. الغيب ما بنعرفه. يجي انت درويش أبوك الشيخ بتاع الزريبة المرأي يجي يقول لك منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. يا كذاب يا صوفي يا كذاب يا مجرم. هلا الصوفية شيوخ الطرق بتاعين البرعي أحسن من إخوة يوسف؟ هل أبهات الصوفية أحسن من أبهات يوسف؟ ما أحسن والله. قالوا وما كنا للغيب حافظين. الغيب ما بنعرفه. لكن إحنا كلمناك بالحاجة شفناها. شفنا إنه ولدك ذا سرق. دي الحاجة شفناها وما كنا للغيب حافظين. يعقوب قال شنو؟ تاني قال قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. تاني للمرة الثانية. شوف دي للمرة الثانية ما قال لهم أيوة قبال كده برضو ودرت لي ولدي الأول وجاي ناسي تاني ودرت الثاني أقيف لي صفي جاي. لا ما قال لهم كده. أنه ذا نبي بيعرف الله. أي مشكلة تحصل له يرفع لي الله. ما عنده فكي بتلعب ده. ما عنده فكي ولا عنده حجبات ولا مشى لي فكي. قال له جيب لي الرايحة. كده عنده ولدين راحوا. هل مشى لي فكي؟ قال لي جيب لي الرايحة. لا ما مشى. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ليه قال جميعا؟ لأنه بقوا ثلاثة. بقوا ثلاثة. يوسف أصلا قاعد بيناك.
أخوه باليمين ساقوا معه. الولد الثالث قال لهم لن أبرح الأرض، ما جاء أصلا من هناك. بقوا ثلاثة، قال فعسى الله، قال أنا أسأل الله إنه يجيبوا لي كلهم، فعسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، انت لسه بتذكر في يوسف؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني لمنه إلى الله. سامع يا صوفي؟ انت صوفي بليد ما بتعرف الله لأنك ما بتعرف القرآن. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شوف التوكل كده كيف، توكل عجيب مرة واحدة يا أخي. تخيل معي، تخيل معي، شوف الأنبياء ديل كيف. يجيك شيخ الزريب البرعي، قاتله الله، قاتله وقاتل الله من يدافع عن البرعي. يجيك البرعي يقول لك كباشي المتوكل، قال لي أمره يكي الكباشي المتوكل. الله يطلع زيته، الله يرحمه، الله يطلع زيته، الله يطلع زيته. وإذا أنت كنت، إذا أنت بعد الآيات دي كلها ما قدرت تقتنع، الله يلحقك بالكباش ويريحنا منك. والله سوي لك شروط أنا أكثر من كده يا أخي. قلت لك جيب له آيات نازلة زي المطر يا بعد أقول كباش، الله يرحمه، يرحمه بتاع شنو؟ أنت بليد ولا شنو؟ ها؟ عرفت؟ فشوف البره يقول لك تتوكل على الكباشي. يا أخي الأنبياء ما كان بيعرفوا، الأنبياء ما بيتوكلوا على الأنبياء. يعقوب عليه السلام أبوه ولي وجده ولي، ما قال أنا أتوكل على إبراهيم ولا قال أتوكل على إسحاق. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هناك قام قال لهم ارجعوا. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شفت اللي بيخلوا الله بيمشوا للشيوخ ديل ياهم، يأسوا من روح الله. عرفت؟ يأسوا من روح الله. هؤلاء ما قدروا الله حق قدري. الناس لو بيعرفوا إنه الله بكفي ما بيمشوا للشيوخ يا أخي. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعد ذاك اداهم وصية، قال لهم ولا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يا بنية قال لهم لا تدخلوا من باب واحد، خايف عليهم العين زي ما قال ابن عباس. كانوا ناس وجوههم جميلة، وجوههم حسنة، ناس وجوههم جميلة. ابن عباس قال خاف عليهم من العين. وشوف مع انه يعقوب عليه السلام يعني فعل السبب، قال لهم ما تدخلوا من باب واحد، احتمال تصيبكم العين وده ما فيه اشكال. كونه تقول كلمة زي دي ما فيها اشكال، لكن ما لبسهم حجبات. هل لبسهم حجبات؟ قال لهم تعالوا تعالوا، انا ابوكم يعقوب. طبعا انا ولي كبير زي ما انتم عارفين. عندك شك في يعقوب يا صوفي؟ ده حجابه ما بيشتغل. ما قال لهم كده، ما قال لهم طبعا انا ولي كبير يعقوب عليه السلام. ما بتعرفوا؟ ما بتعرفوني؟ نبي الله رسلني. تعال تعال يا ولد، ولا بزق فيهم. تعال ال11، لا لا ما بزق فيهم. قال لهم يا بني ادخلوا من ابواب متفرقه، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، وما اغني عنكم من الله من شيء. شو التوكل ده كيف؟ بعد ما قال لهم خشوا من ابواب متفرقه، قال لهم برضو لو داير تصيبكم العين انا ما بقدر اثبتها. وما اغني عنكم من الله من شيء، فعلى الله توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ربنا قال، شوف ده نبي، ربنا قال فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. ما شوف كون يعقوب عليه السلام يقول لهم خشوا من ابواب متفرقه، لو دار تنزل عليهم عين، هل كلام ابونا بيثبت العين؟ ها؟ يجيك البراي البليد في القصيده بتاعت ساقيه الليل العمالك، يقول لك ديل اللي بيفكوا العارض، ها؟ ديل اللي بيفكوا العارض اللي في الطريق متعارض. ساقيه الليل عمالك قال الساده الخدم جنابي، ساقيه بتاعت شنو؟ قال ديل اللي بيفكوا العارض. الانبياء ما كان بيعرفوا كلام زي ده، عشان كده ربنا رفعهم فوق، ربنا رفعهم فوق. عرفته؟ لانه كانوا بيتوكلوا على الله تبارك وتعالى. قال لهم ربنا قال وما كانوا يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها، هي حاجه في نفسه. قال وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بعدين يوسف عليه السلام بعد ما اخوته مشوا المره الثانيه وعرفوه،
قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. شوف الأنبياء أي شيء بيرجعوا عليه الله. قد من ما قال لهم أنا والله، طبعا جاني الملك وقال لي شفته في المنام فأنا وفسرت عليه وبالتالي أنا ولي كبير عشان كده مروني برا. لا 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 لا، قال هذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعد ذا قال لي أخوانه شنو؟ قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. قال لهم شيلوا القميص ده، طبعا قميص أبوك الشيخ ما بيشتغل الشغل ده، والله لو شفته لو بقى قميص من ذهب والله ما يشتغل الشغل ده. قميص أبوك الشيخ أو أي غشك ما يجيك صوفي بليد يقول لك والله. طبعا أبونا الشيخ ده جسمه فيه بركة، جسمه فيه سل وفيه دسون تارية بيجيب أجلك لو مجد باريته، عرفت الحاصل؟ بركة بتاع شنو؟ ما فيه بركة، ما فيه أي بركة، دي بتاعت الأنبياء براهم، بتاعت الأنبياء براهم، فهمت؟ ربنا قال فلما فصلت العير، شوف أخوانه أول ما شالوا القميص بس مرقوا من يوسف، ويوسف عليه السلام في مصر بعيد جدا، ويعقوب عليه السلام في البادية في البدو بعيد جدا. ربنا قال فلما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. شوف المعجزة دي كيف يشم ريحة ولده، ولده فقدوا له كم سنة الريحة لسه ما مرقت من نخرته. شفت الحب ده كيف حب عجيب يا أكتر من 40 سنة بس فصلت العير مرقوا من هناك، شال كده بس شالوا القميص مرق به. قال إني لا أجد ريح يوسف، قال لهم والله أنا شام ريحته لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ده طبعا زي ما قال العلماء يعني ما كان يليق إنه يقولوا لأبوهم كلام زي ده، وديل بقيت الإخوة القاعدين لأنه ديك آداب جايين بالقميص، عنده تاني أولاد قاعدين معه في البادية قالوا له كده ها؟ قالوا له إنك في ضلالك القديم، أنت لسه قال له يا أخي أنت لسه مذكر يوسف، لسه مذكر يا أخي. بعد ذاك ربنا قال فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه ارتد بصيرة. أبوك الشيخ بيشتغل شغل زي ده يا صوفي، أم يجيب قميص ويجيب سروال ويجيب أي حاجة، أتحداك ها نودي مستشفى العيون هنا ذاته، ما في داعي للأطباء. أي ذول عميان أرمي أبوك الشيخ أرمي وب فتح البعدي وب فتح، بيقدر ما بيقدر يا ده المفتح ذاته بيغمضوا لك، والله مش أبوك الشيخ والله المفتح يغمضوا لك، عرفت؟ ده فيه بيجيب لك رمد، بيجيب لك رمد أوعى. شوف خليك مع القرآن. ربنا قال فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه ارتد بصيرا. أها بعد ما رجع بصير قال لهم ده من كراماتنا ها، ونحن طبعا أهل البيت. لا لا لا، فلما أن جاءه البشير وألقاه على وجهه ارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. طوالي رجع لي الله، والله دي صوفية يلقوها القميص ده يلفوا بالدنيا كلها، والله يجيبوا لك في جرائد ولنا قميص يعني يفتح العيون، كل من كان له عين مغمض فليقبل علينا ونحن في الشكينبة، تمشي هناك تدفع لك 5 مليون عشان يرمي عليك قميص. والله يقول قميص ده والله يشتري السودان ده كله بقميص بس، والله الصوفية ديل تعرف شاكيد عمر بن الخطاب من فقه عمر بن الخطاب الشجرة اللي ربنا قال قد رضي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة دي عمر الخطاب شالها برا طوالي عشان ما يجي صوفي درويش الليلة يقعد يركب ويمشي يفتش الشجرة ها شجرة وينه، والله قالوا شجرة بجاب فيها بركة عشان ما تمشي تفتش عمر الخطاب شال لك من تحت. والآن القميص بتاع يوسف ذاته ما بتلقى يا صوفي، والله ما بتلقى لأنك لو لقيته هتلعب بلعب عجيب خلاص يا أخي، انت قميص المكاشفي قاعد تلعب به المكاشفي الما بيساوي شفت يا أخي ما يساوي أي شيء، خليك من يوسف عليه السلام اي شيء ما يساوي اي حاجه، شفتها المكاشف ده ما بيساوي، انت قاعد تلعب به عرفتها. ده نموذج من نماذج التوكل على الله تبارك وتعالى. تقرا القران يا صوفي، اقرا القران، خلي المحايات وخلي المهيوبه وخلي الفتة، اقرا كلام الله وعرفه افهمه. القران ده فيه شفاء كما قال الله تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. اقرا القران يا اخي، اتعلم دينك، اتقعد تباريها لنا شيوخ. الغريبه انه في ناس انا ما اعرف الناس دي غريبه خلاص، ازولا وغيره من الود البكوارك ده وغيره، دي الحلقه الكم ازولا يحضرها الحلقه الكم يا اخي؟ اكثر اخونا عبد الرحمن قال ازولا له 3 سنين من ايام حلقتنا بتاعت اللفه كان بيجي بغادي، فما
قوم لا يكادون يفقهون حديث. نكلمك بشنو تاني؟ جبنا قرآن ما نفع، حديث ما نفع، أبوك الشيخ مرمطنا بالوطة ما نفع، تاني نسوي لك شنو؟ ها؟ نسوي لك شنو؟ بعد في مرحلة واحدة بس لكن لسه ما وصلنا. البصونة والله إذا لو لقيناه يا صوفي تتركب لما تعرف حاجة. والله تتركب ركبة دي ما وصلنا، أنت عارف كان وصلنا دي، الصوفي ده ما بيجي. والله ما بيجي، والله أنا أدخلك هنا شفتها؟ نقول لك توكل على الله، خلي الكباشي ما بتخلي تتركب بسطونه لما تعرف حاجه، فهمت الحاسد؟ لكن دي لسه ما وصلنا لها، لسه ما وصلنا لها. فده نموذج بسيط جدا من التوكل على الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم اياه تعبدون. لو بتعبدوا الله تتوكلوا على الله. انا اكتفي بهذا القدر واقدم